السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدين ومتتبعين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا الفيديو. هذا كما كتشوفوا معايا مباشرة من الرحبة ديال انزيكان. كما كتشوفوا الحوالة هما هادو. صراحة الغلاء كاين والمليح ما كانش. كما كتشوفوا هذا الكبير فيهم فادو ساوي 4000 درهم، والصغير كاع ميت داير 3000 درهم. صراحة الدرويش هاد العام الله يسهل العوان الدرويش. وكما كتشوفوا فاش مشيت هاد الصباح للرحبة ديال الزكان لقيت فيه جوج الناس هما اللي حاطين هاد الحوالة هادو، جوج الناس فقط اللي حاطين. والصراحة المليح ما كاينش والثمن طالع سنوان الدرويش. كما كتشوفوا انتم الرحبة خاوية 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 كتصفى، انتم الدنيا خاوية. كانت داك العام الدنيا هنايا عامرة من قربلة، عطى الله الخير عطى الله المعز وعطى الله كل شيء. وصراحة هذا العام تيخلع كنا حيدو الدروش ما يشريوش، كنا اجلو الليل الكبير. صراحة الدرويش هذا العام الله يحسنو الله يحسن عوانو. كما كتشوفو الكبير فيهم ساوي 4000 درهم. أمين هذا بحال هذا اللي كتشوفو معايا، هذا داير 4000 درهم. باش سولتو قال لي 4000 درهم. وكاين الصغيوة كما كتشوفو هو وسط هادو، هذا كتشوفو داير 3000 درهم. ثم كما كتشوفو بصراحة المليح ما كاينش هاد العام والو. هذاك الصغيور صغير وضعيف 3000 درهم. نتوما كما كتشوفوا ما تنساوش تبارطاجيو اخوان هاد الفيديو هذا باش يوصل كاع الناس يعرفوا الأثمنة. يلا تبارك الله عليكم ونخليكم مع هاد الفيديو هذا. حياكم الله والسلام عليكم.